هذه المرة إلى قطاع العقارات، وبحسب بيانات نايت فرانك فإن أسعار المنازل في دبي ترتفع 5% وتبعت في الربع الثالث من العام الجاري، حيث تواصل الأسعار الارتفاع للشهر 11 على التوالي في ظل الزخم والطلب القوي الذي نشهده على الوحدات السكنية في إمارة دبي. نتحدث أكثر عن هذا الملف. ينضم إلينا سيد حسني البياري وهو رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركات دي أم بي بروبرتيز. أهلا بك معنا على شاشة تي أم بي سي عربية. يعني بداية دعنا نتحدث عن سوق العقار في دبي بالدرجة الأولى والارتفاع. يعني كنا شهدنا الزخم قوي على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى أن لا يزال الطلب قوي على الوحدات السكنية في دبي. أهلا وسهلا فيك. طبعا دبي صارت في مرحلة هلأ من أهم المدن في العالم من ناحية التطوير العقاري، ومصدرة لأفكار جديدة، والمشاريع الجديدة اللي عم تطلع دائما عليها طلب من مستثمرين عالميين، لأنه مستوى التطوير تغير عن قبل 5 سنين وقبل 10 سنين. شو ما كان الوضع، في أنت مناطق معينة في دبي عم بيكون عليها طلب أكثر، لأنه طريقة التصميم، طريقة الترتيب، التفاصيل الدقيقة اللي عم المطورين اللي موجودين بدبي عم بيركزوا عليها، هذه صارت تستقطب المستثمرين من أنحاء العالم. طبعا هذا ومع وجود كل الدعم من الحكومة على الانفراستراكشر، الشوارع والأوتيلات والفنادق والسياحة، وتسهيلات العديد اللي الحكومة قاعدة عم تشتغل عليها عشان تجذب كثير من الناس، فصارت ملتقى لجميع المستثمرين حول العالم. كيف الواحد كان يروح قبل على باريس عشان يشتري الفاشن، صارت دبي من المدن اللي بيجوا عليها مستثمرين من حول العالم عشان يشوفوا شو جديد العقارات وما هي الأفكار الجديدة. فهذا طبعا زاد من قيمة العقارات موجودة. طبعا لأسباب تانية، عندك ما يجري حول العالم من ناحية الجيوبوليتكس، طبعا الناس عم بدها توصل لمنطقة أو لبلد آمن، بيقدروا يكون في عندهم كل الكواليتيز أوف لايف اللي متعودين عليها حول العالم. هذه استقطبت كثير من الفئات من حول العالم وكثير من الجنسيات من حول العالم. طيب سيد حسني، ربما أشرت إلى ما يشهده العالم من تطورات خلال هذه الفترة، برأيك إلى أي مدى سوف تكون هناك بعض التحديات التي لا تزال تشوب الاقتصاد العالمي؟ من جهة لدينا توترات جيوسياسية لا تزال قائمة، وكذلك المخاوف فيما يخص والتوقعات فيما يخص الانكماش الاقتصاد العالمي من جهة أخرى كذلك. شوفي، على مستوى دبي والإمارات، دام أنه الأمن والأمان مستتب إن شاء الله دائما وأبدا، والله يديم الخير على هاي البلد وعلى أهلها، ما أتوقع حيكون عندنا إحنا نوع من يمكن يخف تدفق الناس على الإمارات، بس اللي موجودين ما بيطلعوا منها، والاستثمارات حتضل مكملة إن شاء الله. يعني نتوقع مزيد من ارتفاع الأسعار برأيك في الوحدات السكنية في دبي الفترة المقبلة؟ حسب المناطق، حسب المطورين، حسب التفاصيل الدقيقة اللي بتطلع عليها المطور على المشاريع اللي قاعد يطورها، لأنه صار حتى المستثمر اللي يستثمر في دبي صار مثقف بطريقة أو عنده نظرة للعقار غير عن أي مكان في العالم. بطلوا يطلعوا على العقار كمبنى وجيم، وصاروا يطلعوا على تفاصيل أكثر اللي هي more of a lifestyle، اللي هي نمط الحياة المتألق. فصار الكوميونتي أو المنطقة المتكاملة أو المبنى يكون فيه نوع من القلب النابض. فالمشاريع صارت ليها DNA أو حيوية. شو ما كان الموضوع، الناس دائما عم تطلع على الشيء الجديد، ودائما طول ما في تطور من ناحية التقدم بالديزاين وبالتطوير وبالتفاصيل، هاي حيضل في طلب على هذه المشاريع. أما طبعا في مشاريع وفي مناطق في دبي حتنزل أسعارها بسبب المواقع، بسبب عدم يعني على الديزاينز القديمة، أو مناطق يعني. طبعا السوق مش كل منطقة لها نفس المعادلة أو نفس النتائج. ونحن نشكر تواجدك معنا سيد حسني البياري، وأنت رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة دي أم بي بروبرتيز. شكرا جزيلا لك. يعطيكم العافية. شكرا لك والله. ونبقى في مراقبة التحركات والتطورات بالنسبة للأسواق الإماراتية، ولكن بعد فاصل قصير.